حبيبتي باري، هي المراسم مو للولاد الصغار. انت جهزتي حالك صح؟ يلا خلينا نروح لعند موكب العرس، الكل هونيك هلا، خلينا نروح ننبسط معهم. بس انا بدي روح لعند ماما. ماشي حبيبتي، رح اخذك لعندها. ماشي شيفالي، شيفالي انت هون؟ صار لي ساعه عم دور عليكي، في شغله مهمه بدي اياكي فيها. تعالي معي شوي. ليش شو بدك مني؟ ايه انا هي انت ما انتبهت لك، كلياتكم مجتمعين. ما تواخذوني، بتعرفوا انا مسؤوله عن المراسم بالعرس لاني مرت اخوها الكبيره، يعني فيكم تقولوا انا بمقام اختها الكبيره، ولهيك لازم اهتم بكل شيء. يا ترى فيني اخذ شيفالي معي شوي؟ بقدر اخذها؟ قومي يلا جاية. انا سابقتك، استعجلي. اذا بتريدي ممكن تديري بالك على باري؟ لأنه هي لحالها هون. أكيد ولو. شكرا. ولو من عيوني. باري أنا رايحة. باي. شو هاد؟ ورجيني. في حدا طالع حلو كتير اليوم، ورجيني ورجيني لشوف. يلا أمي وقفي، شو هالجمال، ورجيني لشوف. أيوة. باري شوفي، مشتاقتي لأمك صح؟ متعودة إنه أمك تلبسك ما يا حبيبة قلبي، بس هي طلعت لحالة وتركتك صح؟ عندها شغلة مهمة صح؟ بس قلك الحقيقة، بصراحة أمك كان لازم تاخدك معها. بس بسيطة، اليوم أمك حتتجوز ما هي؟ يمكن ما عاد تدللك وتاخدك معها. بتعرفي هالعرس شو بيعني لأمك؟ هذا اليوم هو أسعد وأهم يوم بحياة أمك، أنت متخيلة؟ إليلي اليوم رح تتجوز هي وياش، يعني هن رح يصيروا سوا على طول. واو، بعد هذا اليوم نيها رح يصير عندها حياتها الخاصة مع ياش. شو يعني حياتها الخاصة؟ حبيبتي يعني هي وجوزها حيعيشوا حياتهم الخاصة، حياة نيها وياش. ايه هلأ نيها حتصير تركز على ياش وبس، فهمتي؟ هي رح تصير تهتم بالشغلات اللي بده اياها ياشو، شو بيحب، لهيك لازم تضل دائما معه. وهالشي بيعني انه نيها ما عاد تقدر تهتم بشي تاني، بس ولا يهمك. انتي بنت شاطرة، متأكدة انك رح تتفهمي وضع على امك صح؟ يعني امك ممكن تتركك لحتى تطلع مشوار مع ياش، وكمان ما عاد تقدر تهتم فيكي مثل قبل، او حتى ممكن ياش ونيها يطلعوا ينبسطوا سوا لحالهم. بس انت ما لازم تزعلي نهائيا وقت يصير هالموضوع. باري انت كتير ذكيه، اكيد رح تتفهمي. بتعرفي شغله، نحنا ما رح نتركك، رح نضل جنبك. انا هون ورح العب معك دائما، طبعا لما امك تكون مشغوله. ما تقلقي انا عطول فاضيه. تسمي بتسمي 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 لشوف. شو وين الضحكة؟ تعي لهون حبيبتي، تعي يا قلبي. بدي منك شغلة صغيرة، لا تحكي لحدا شو قلت لك اتفقنا يا روحي، هذا سر بيناتنا، وعديني. يلا وعديني. بتعرفي شو باري؟ إذا بتسألي أي حدا عن أمك ما حدا رح يحكي لك الحقيقة، بس أنا مبلا، أنا دائما رح أقول لك الحقيقة. الناس بيتغيروا بعد ما يتجوزوا باري. إيه سمعتيني؟ بعد الزواج الناس بيتغيروا كتير. يعني ماما كمان رح تتغير؟
رح تتغير. أكيد. أصلاً أمك تغيرت شوي من لما تعرفت على رفيقك، صح ولا لا؟ ما عاد عندك كتير وقت لباري، صح؟ وبعد ما تتجوز رح تصير تقضي وقتها وتنبسط مع ياش. آه، وجوز لأمك رح يصير أبوها لباري. واو، ما عم صدق أبداً رفيقها المفضل لباري رح يصير أبوها. أكيد رح تنبسطوا سوا. يا سلام. باري، اوعك تضلي تعاملي بلطافة، هو ما عاد رفيقك بعد هلأ، عم تفهمي؟ هو رح يصير أبوكي وأكيد رح يغير معاملته معك، رح يعصب عليكي ويعيط كمان ويخالفك على طول، وممكن إنه يضربك حتى.